بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول برضو النهاردة حالة جديدة من الراديولوجي ان كلينيكال براكتس، حالة جاتلي في الدي وورك وعايزين نشوف ايه اللي نفكر فيها ازاي. بصوا، دي حالة في ميل حوالي 60 سنة، كان جايب ابدومينال بين وكده. بصوا، ده النون كونتراست. النون كونتراست طبعا يعني بين حاجات في الليفر ما هيش دقيق فيها، وهو مش هو الفحص الامثل عشان احنا نأسس الليفر، لكن انا بوريه لكم. بس ادي الارتيريال، برضو ادي الارتيريال فيس، برضو ما هوش الامثل للليفر، لكن برضو شايفين او مالتيبل هيباتيك فوكلين. عشان نختصر خلينا في المهم، ادي البورتو فينس اللي هو البيست فيز تو اسيس ذا ليفر بارينكما. هنا طبعا في مالتيبل هيباتيك فوكال ليجنز، هايبودنس، هايبو انهانسينج بالنسبه للديفيوز ليفر بارينكما. وبعدين كمان لقينا في ايه؟ لقينا في، شايفين لينف نود كبيره هنا كده ونيكروتيك ما بين البورتال فين والاي في سي، نسميها بورتو كيفال نود، واحده من الابر ابدومنا او الريترو بريتونيال نودز. وبعدين برضو في نودز ثانيه هنا اهو في البورتو هيباتس، في واحده صغيره كده بيري بانكرياتيك او يعني بيري بانكرياتيك. اذا طيب احنا لما نشوف هيباتيك فوكال ليجنز مالتيبل بالمنظر ده والليفر نون سيروتيك كليكسموث بوردر، يبقى الاحتمال الاول من 1 لـ10 هو ميتاستاتيك. ميتاستاتيك هو الليمف نودز دي برضو شكلها نيكروتيك وسايزبل، شكلهم برضو ميتاستاتيك. اذا يعني الحكايه ماشيه. هوريكم البورتو فينس الكرونال، ادي الليمف نودز تمام، والهيباتيك فوكال ليجنز طبعا زي ما انتم شايفين. خليه دلوقتي الكورونال ده مش مشكله لانه مش عاجبني اساسا، خلينا كده في الايه، في العادي تمام. طيب لحد كده زي ما قلت لكم، لما نشوف هيباتيك مالتيبل هيباتيك فوكال ليجنز النون سيروتيك ليفر، خلاص يبقى من 1 لـ100 ميتاستاتيك. الميتاستاز في الليفر لازم نبص على ايه السورسز بتاعته. حاجات كتيره جدا ممكن تكون السورس، بس احنا من حسن يعني الحمد لله يعني حظنا في هذا الفحص ان احنا بنكون شايفين اغلب السورسز. يعني ممكن يكون السورس من الاستومك، من سمول باول سواء ديودينم او جيجنم او إليم، من اللارج باول كولون، من البنكرياس. ادي كده 4 اماكن احنا شايفينهم معانا في نفس الفحص. المكان الخامس اللي بيبقى مهم جدا في ميل زي كده انه يكون بريست. هنا مش قادرين نشوف البريست قوي، يعني ما بانش معانا غير حته كده صغيره. ساعات بيبقى العين عامل تشيست وابدن، ممكن اساس البريست بالسي تي، بس ما هوش برضو الدقيق قوي، مش زي السونوماموجرافي. لكن خلينا نشوف الاستومك شكلها كويس خالص، سمول باول شكله كويس خالص، هو الجيجنال لوبس مفيش اي دايلاتيشن، الا اللوبس واخد اورال كونتراست حلو، الكولون زي الفل، مفيش غير شويه مايلد رايت سايد الكولونيك وول ثيكننج عادي. يعني ممكن ده عادي في الرايت كولون بالذات لو العين عنده يعني شويه مثلا انفكشن او عنده شويه بورتال هايبرتنشن، مش في ده يعني، لكن عامه مفيش حاجه ديفنت تمام. ممكن نقول يعني الرايت كولون ده شويه ثيكند، مش كونفينسنج قوي ان دي ماس ولا ان حاجه، لكن يعني ممكن يعمل كولونوسكوبي جاست فور كونفرميشن. طب والليمف نودز دي برضو ميتاستاتيك من الحته اللي احنا مش عارفينها، ممكن تكون برضو بريست مثلا احنا مش عارفين اساس. فاحنا كده نتحط تحت امبريلا كبيره اسمها ميتاستاسيز اوف انون اوريجين. نكتبها ان مالتيبل هيباتيك فوكال ليجنز ومسلم ميتاستاتيك، ليمف نودز ومسلم ميتاستاتيك، فور بايوبسي من الليفر، فور كولونوسكوبي علشان اساس الرايت كولون اف سسبيشس كلينيكلي، وسلام عليكم. لحد كده كنا هنقول فعلا وسلام عليكم. بس في الحاله دي حاجات خلتني اعيد تفكيري فيها. 3 نقط. اول حاجه زي ما قلت لكم ان اغلب السورسز بتاعت الليفر ميتس باينه فري خالص، ما فضليش غير البريست، والعينه ما بتشكيش من حاجه، وشكل يعني حتى اللانج بيزز اللي موجوده ما كانش فيها حاجه وبتاع، ولا في بون ميتس تاني ولا بتاع. فدي نقطه مخلتني شويه قلقان شويه من الحال. تاني حاجه ان الليمف نودز دي برضو مش بتاعه مثلا البريست، يعني الليمف نودز في البورتو هيباتس وفي البورتو كيفل دي حاجه جايه من جي اي تي، يعني هنا من الحته دي هي الدرينج في الغالب، يعني يا استومك يا ديودينم يا بانكرياس يا حاجه ليفر، ده اللي بيحصل فيه في الغالب. فيه صحيح واحده كمان اهو صغيره بارا اورتك، بس مش هم السايزبل قوي. الاكبر حاجه هم دولت البورتو كيفل والبورتو هيباتس، يعني معناها ان هم دولت السنتنال لوبس اللي احنا ندور في الحته دي، يعني ما نلاقي هيباتوما مثلا، نلاقي كولانجيو كارسينوم، نلاقي الليمف نودز دي،
اذا دي النقطه الثانيه ان الليمف نودز دي مش ماشيه مع لا بريست ولا كولون ولا بتاع، مش عجباني برضو، دي نقطه ثانيه مقلقه في الحال. ثالث نقطه ان احنا هنا لما بنبص على الجول بلادر نلاقي الجول بلادر كونتراكتد وثيك وولد والريجلر وفي فوكال ليجنز جنبها على طول وشكلها انفلتريتنج كده للجول بلادر، مش حلو. ممكن العيان مش تايم كويس، ممكن يكون العيان عنده كرونيك كالكولر كولوسيستايتس، ما عنديش السونار بتاعها احتمال. طب الستونز مش باينه ليه؟ لان الستونز بالسي تي ما بتبانش في احيان كتير لانها كوليسترول كونتنس، الكالسيوم كونتنس ممكن يكون قليل، مش ماسك حاجه بايديا. لكن دي النقطه الثالثه اللي مخلياني مش مستريح في الحال، ان عندنا الجول بلادر فصه، الجول بلادر نفسها تيك ولد والريجلر وكونتراكتد، الجول بلادر فصه انفلتريتد، وده نادر في المتس ان هو انفلتريت الجول بلادر فصه. ثاني حاجه ان الليمف نودز دي بتاعت حاجه قريبه هنا، يعني حاجه في المنطقه دي. ثالث حاجه ان السورسز اللي احنا متوقعين نلاقي فيها ما فيهاش، فده اللي خلاني احول تفكيري ان انا افكر في حاجه تانية، ان العينه دي عندها اساسا جول بلادر كانسر وانفلتريتنج الليفر وميتاستاسيس في الليفر وميتاستاسيس في الليمف نودز اللي هي البورتو هيباتس والبورتو كيفل. ولو فكرتوا فيها كده تلاقي ده التفكير المنطقي الاقرب للحاله. لكن برضو احنا لازم نكتب الحاله بشياكه وبحرفنه، ما نقولش على طول كده، نقول لكن نوصف الكلام اللي احنا شايفينه ده، نزود بقى عن الهيباتيك فوكال ليجن والليمف نودز، ونقول ان الجول بلادر نفسها كونتراكتد ثيك وولد الريجلر وولد وانفلتريتد جول بلادر فصه بالهيباتيك فوكال ليجنز اللي جنبها، وان ده ريزنج ذا بوسيبيليتي اوف جول بلادر كانسر از ا برايمري تيومر وذ ليفر اند نودال ميتس فور. بقى نفس الكلام البيوبسي، وممكن كمان السونوجرافيك كورليشن يبين لنا هنا بقى ان فعلا العيان دي غالبا بيكون عندهم كرونيك كالكولر كوليسيستايتس، ونشوف بقى ان الماس من الجول بلادر فاندس مثلا او كده وانفلتريتنج بارينكيما وبتاع، فناكد لنا الدايجنوزس. فبس دي حاله انا قابلتني في الكلينيكال براكتس، وده اللي فكرت فيها بالاسلوب ده، وعايزكم تقولوا لي رايكم. قد يكون انا غلط، رايي يعني يحتمل الخطا، وعايزين نتعلم من بعض. واي حد عنده كومنتس مش مقتنع بالحاله يقول لي في ايه في دماغه وبيفكر فيها ازاي. لكن انا حبيت بس اوريكم ازاي نفكر في الحاله، ازاي نكتبها، الريكومنديشنز اللي نطلبها ايه. وده الكون زي ما قلت لكم برده، الجول بلادر فصه انفلتريت ده مش حلوه خالص، مش سيبربل من الهيباتيك فوكال ليجنز، واكبر يمكن تجمع للفوكال ليجنز هو عند الحته بتاعه الجول بلادر فصه، فده مش منطقي قوي مع الميتس. يعني الميتس ماشي، الحته دي كلها ميتس، لكن الحته دي مالها انفلتريتد كده، ما هياش الويل ديفايند فوكال ليجنز بتاعت الميتس العادي. ممكن نطلب برضو كولونوسكوبي عشان الثيكنينج في الرايت كولون ده، لكن انا مقتنع انها اكتر هتطلع جول بلادر كانسر. وزي ما قلت لكم كده، قولوا لي رايكم في التعليقات، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.